السلام عليكم حبيبي حبيباتي، جاسبر كو زالي بيان. هذا هو النوت، رحت باش ندير لي جامي توصالي كومونتير باش نشوف فيتو باش نرجع لخواتاتي كلش، باسكو ما جام بيان نرجع ايتو الناس بون خواتاتي وخاوتي. بون جو طوم سور ان كومونتير، يعني واحد شاريها لي قد قد فوالا. دونك واش قالي مسيو، نستنى تشوف. انت امراه ماكش على المس... الفيديو اللي درتو البارح على العزايز، انت امراه ماكيش ناجحه في حياتك الزوجيه، يعني بكل صراحه النصائح نتاعك ماهيش مفيده، وراكي تحطمي في ديار الناس، والناس ماهيش كيف بعضها. يعني وصرا لك انتيا مش معناتها رايح يصرى للناس اكل، وهذا انتقاد من باب حريه التعبير. داكور سي اون ريزون دو بلوس باسكو منجحتش في الزواج تاعي، بوغ نوله البنات لي زيغوغ لي درتهم انا باش ما يديروهمش. مي بون انتايا راجل تتفاسايا تتفاسون راجل، ولا انفوكون تشريها لي باش يعني تشم غاباس فوالا سي سا. باسكو هضرت معاك المرا تشوفولي با كومبخوندر، باسكو انا الحالة اللي توصلت لها عزوزتي ما تخلينيش نرقد مع راجلي بالحيله تاعها. دونك راجلي يغونطخ 2 اور دو ماتان 3 اور دو ماتان، ما تخلينيش ناكل حتى يجي راجلي، وكي يجي راجلي باش نتعشاو تميتك ام بعد كي نروح فاكونس، مش طول طون باسكو عايشه في داري. كي نروح فاكونس اي ابري واش دير كي نتعشاو، وتقول لي ماتنو فوك تو باس ريسبيراتور ماتنو زربيه كون جو فيني، تقولي نو تو لاس با لا فيسيل جوسكا دومان تو لا لاف ميتنون. كي نروح انا باش نرقد نلقى الراجل تاعي قاعد يشخر، وخاطي اللي فات معايا اللي فات عليا معاها يا بوكو تشوز اغاكونتي. دونك هذا جوست ان بتي اكزومبل سي تو. دونك وكو ما وقفتش على روحي انا، باسكو دارت فيا دارت فيا، كو ما وقفتش على روحي يعني ديت حقي بيدي، يعني ما نديش الحريه تاعي ونبقى مستعبده كيما كاكا. دونك هادي لافير سي اونتر فام مش تاع رجاله فوالا. دونك لي فام فما فوالا. دونك قالت له وحده فضيله قالت لك معنى الانتقاد من باب الحريه التعبير انك تعطي رايك في موضوع وليس التهجم على صاحبه القناه السيده مكه، زيد على ذلك اتهامها خطير وهو مخربه بيوت. كيف نخرب البيوت انا نعطي دي كونساي، نعطي دي كونساي كيف نخرب البيوت. لا أرى أنه انتقاد بل هجوم واتهام بالباطل ضد السيدة مكة. ديزولي وزت زدتي رجعتي لها نتايا، وانت في رأيك وحدة يقول لك ما تهضرش معاها ما تروحش ليهم. أقسم ده وي ما تهضرش معاه ما أهضري معاه، جوست في حدود، في حدود سيتو. ما ديتيش معاه الهضرة وي أقسمي الدار تاعك. أنا ما نقولكش أقسمي الدار تاعك، أنا نقولك وديبي قبل ما تتزوجي بيه اشرطي الدار تاعك تسكني وحدك، باسكو تو فوار كو دي زيستوار كو دي بروبليم. انا سي نقول لكم ما تهضروش معاه ما تخرطوش عليك، اهضروا معاه مي ما تخرطوهمش عليكم، ما ديروهمش صحابات باسكو عدوات تاعكم. ها نقول لكم من الاول اوه جي باسي دي شوز مو افيك بعدا، وكانه 100% ما كاينش المشاكل رايحين يجيو من عائله الزوج خدام عليهم. ايه خدام عليهم، وقولي لراجلك ايه ماهيش خدام عليهم، ما جاباش باش تخدم على مواليه سي تو تافي نورمال، يحبوا خدامه يجيب لهم. وزاد كمل لها خدام عليهم، وقولي لراجلك ما يحكي لهمش ما تصاحبيهمش ما تصاحبيش عزوزتك وسلفاتك، يعني عندها نظره متشائمه جدا من الزواج وكانها رايحه للحرب، لهذا قلت لها ما عندهاش نظرة صحيحة على الزواج. وي عادي عادي نورمال إلي البخوبلام. سلام أنا لمتك لما انتحب لمتك تقولها مخربة زعما بيوت. السيدة مكة تتكلم عن واقع، هي قالت يجب أن تكون هناك مسافة الاحترام ونهت على ونهت عن عدم إخراج المشاكل الزوجية سي تو تافي نورمال.
وي كي يتعارك مع مرتو على يهزها سخونه تساوي راح يقول لامه ويقول خواتاتو وتولي تكبر الدعوه ما يقدرش يحكم فمه انا سي تو تافي نورمال ايه. وعدم اخراج مساكن الزوجيه صراحه معظم الاسباب ارتفاع نسبه الطلاق في الجزائر هو هذا السبب الذي تكلمت عليه السيده مين وي سي فري سي لو فيردي باسكو الراجل خاصو يحط حدود مرتو عندها بلاصتها وامه عندها بلاصتها كي يجي يهضر امه كي تجي تهضر على مرتو يقولها شوفي ماما انا جو ريسبكت مي مرتي خليها في بلاصتها وانتي راكي في بلاصه كل صح ما تشراش المساكن وما تطيحش الباطل ديما على المراه هي ويجي يقولها مراه كبيره وساعفي وي مراه كبيره ساعفه انت يا امك انا كسكت شوفك شتي ديس ما جو لا ريسبكت داكور مي ال فا با موبليجي ا فير كي جي با انفي دو لو فير انا شو ماري افيك لوي شو با ماري افيك ال ودرك هنايا تدخل لها كاريمون اسمحي لي اختي يعني وحده زطله ودخان وخمر ولادها يتكيفوا عندها التجارب واش دخل هنايا الزطله والخمر وولادي يتكيفوا واش دخلكم انتما في ولادي كي يتكيفوا ولادي رجاله يتكيفوا والناس كل تتكيف ويشربوا في الكاشيات في البلاد ونساء ورجاله حاشا لي ما يستاهلوش انا ما نجمدش كلش دونك واش دخل الزطله انا نصل وي انا قلت على راحي نصل بكري ما كنتش نصل وما كنتش نشرب انا كي كنت مزوزيت وين راه المشكل وين راه الخلوطه اللي قاعد تخلط فيها انت يا صافي مستقصدني كوا سقصدني صافي انا قعدت كيما هكا كنت راح تشوف اختك وين قاعده تعطي سي با ميو ها ولا تشوف امك ولا تشوف مرتك اللي قاعده تخدع فيك ولا سي با ميو انا ما تحبوش نهضروا على الواقع علاه نخبيو السمش بالغربال توجور على ولا الفطيف هي المراه نو نو شوي ديزولي اسني وكذا ذا اللي تقول يصلوا ما نعرفش هو ايه ولادي يصلوا عم بنا احنا كثروا العطايف في البلاد ولادي يصلوا بصح ما يعطيوش فوالا تو سامبلومون باش نزيد نقولها لك تان كاش بريفير ولادي يصلوا كي يروحوا يعطيو الترمه تاعهم ولادي رجاله فوالا انا بالنسبه لي ماهيش مؤهله لاعطاء نصيحه مؤهله لاعطاء النصائح باسكو انا عندي تجربه مع العزايز تاعي سي تيرم اي سي فيني مال باسكو انا ما عرفتش جيري المشكل تاعي مع عزوزتي جو مسوي ليسي فيغ جوسكا فات الوقت ما قدرتش جو غاتخاب باسكو من الاول لعزوزتك شوي كوم سا فوالا كوم سا ما تطلعش فوق الراس تاعك حتى يولي المشكل يولي كبير يكون صغير قدك يولي الكبير وي والراجل علاه ما يقفلش فمو يقعد ترونكيل يحط عزوزتو امو في بلاصه ومرتو في بلاصه والمشاكل الكل تجي من الراجل العطاي الطحان لي يسمع لامه والله يسمع للناس يكون يحط حد ما يصراوش المشاكل اللي كل لا اسنا شي تقولها يا ربي وين وصلنا السنة ايه كي تكوني مريضه يا اخي تروحي للطبيب ما تروحيش للميكانيكي كيسك سافوار ما فهمتش بوركو تو لا دي سا ابخي قلت له انتيك سيئه لماذا كتبت مكة بتلك طريقه انا اطلب منك بكل ادب ان تطلب اسمح من السيده مكة هذا هكذا اعرف اصل معدنك لا نطلب اسمح منها يا اخي راني نستعمل في حريه التعبير كما هي عندها حريه التعبير والشيء اللي قلته حقيقي والشي اللي قلته حقيقي وهي اللي قالته بفمها على اساس حريه التعبير الشي اللي قلتي حقيقي انت نقول لك انت قاعد حط صابونه قدامك وقاعد تبنيط وي تعرف انت الزواج انت كنت زوجت انت والشي اللي قلته حقيقي قلت بفمها على اساس حريه التعبير كي تعود تعبر على اساس دي باس كي نفهمونك وكا انت قاعد تخرط انا دخلها لي ولادك يوصلوا وانت توصلي وتسكري واش دخلك في حياتي انا حياتي ما تهمكش انا حنا نهضروا على دي سوجي اخرين تاع لي كوبل حريه التعبير ولا انتما راكم مع حريه التعبير اللي تساعدكم وي اللي تساعدنا حنا وي اللي تساعدنا حنا نحبوا الحريه تاع المراه ما سي بون ضرب تونس سلفها يجي يضربها سلفتها تجي تضربها عزوزتها تجي تضربها حقرتوها ما تخليوهاش
ما تخليوهاش تخرج، ما تخليهاش عند مواليها، راجلها نهار كامل يترومبي فيها دو ماتان جوسكو سوار، هو يفي البوغوس ويروح يضرق في نسا ويخليها نهار كامل تخدم عند امها كيما البونيشة. اسمع نقول لك واحد الحاجة، الراجل كي يدي مرأة خاصو يحترمها، سيديها بونيشة ما نزوجوش بالمرأة باش نديروها بونيشة. وي تخدم الراجل تاعها يا باتسوسي، مي ما تخدمش العائلة تاعها، الي با اوبليجي، فهمتي؟ كاينين رجال بزاف مدين نساء ومديرين خدامات خدامات تو يخدموا عليهم تو. علاه الراجل يدي المرأة باش تخدم على العائلة تاعو؟ سينو ما تسماش مرأة، سي كواسا. لكن تي عايش ما عمباليش، انا قاعد في العروبية عايش في الرب تاعك تغيان دي تو ايسي تغيان في اخرج روح اشوف شو ثقافات اخرين، حصيني غير في الخرطي وما تهضرش معاهم. وي ما تهضروش معاهم، مرأة طيع راجلها، امو تحترمها، كي تحترمو العزوز تاعها تحترمها. وي مي كاينين واحد العزايز حاشاني ما نقولش كل، كاينين عزايز تبارك الله هيك يكونوا هيك بالكنه تاعهم، وانا عرفت بزاف. مي كاينين وحيد صمتوها كيما تاعينا صمتتها، شوفوا حتى وين نروح ونحكي لكم صرا اكثر من هكيتك. وكاين بزاف المومون هذا اللي قاعده نتونس فيه انا معاك هكا ندير في الفيديو هذا، كاينين صا ام قاعدين يضربوا الرجاله تاعهم، يجوا سكرانين، يجوا مدروكين، يجوا متقرقبين من الكاشيات، شلحوهم يكميو فوق منهم الكار ويشعلوا فوق منهم. رب العالي بزاف سفرتو بزاف نسا، يجي واحد جاهل كيما نتايا هكا يفا ديسكوتي افيك ما يقول لي انت مسطوله ولا امشي روح نيكمك راح تعطي داتي غير بيك نتايا. انا على هذا الشيء هذا مش حابه نتزوج، انا مش جي بون في بورتون الرجاله تاع هنايا اي سون با كوم سا سي اوتر شوز، ولا الوا تاع هنايا يزدك يتفلك فوالا. شوفوا نقول لكم الشاب مامي على دخل الحبس، كان يخرج مع واحد جورناليست اللي طومبي اونسيان، وقالها طيحي وهي ما حبش طيح. ومن بعد راحت معاه البلاد، كي راحت معاه البلاد ما راحتش معاه البلاد، هي جورناليست عيط لها قال لها تعملي انترفيو في البلاد و توسا، راحوا جابوها من المطار و توسا. سي ان كومبلو، داو هذوك الرجاله داوها واحد في واحد الدار تاعو، هو طلعوا نساء قاعدين يعفسوا لها فوق كرشها. المهم داروا لها واحد حاجه هكا رقدتها كلش، وطلعوا نساء يعفسوا لها فوق كرشها، يعفسوا حتى ندموا ما تيسيحيتو. وكان الشاب ما ميتمتك وقاعد يتفرج يتو صا. كي طلعت وي راحت شكيت ميتك لابوليس ما حبوا يديروا لها والو، هزت البيي جات لهنايا قدرت ربي البيبي هذاك ما طاحش، ساح دمكم صابس كنت عذبت بزاف توسا، البيبي هذاك ما طاحش دونك هي شكات بيه فوالا. سي بور سا شاب مامي دخل الحبس مالغري كو ولا ارتيست كبير وعندو درامي توسا، مي عندو عقليه تاعو متخلفه فوالا. دونك فوالا دونك سي بلا بان تلعبوها علينا. دونك ينسى ديو الحريه تاعكم وحدكم، لكن قدرتو فوالا سي ما تقدروش دونك تبقاو ديما يعبسوا فيكم، العزايز تاعكم يعبسوا فيكم، والرجاله تاعكم قاعدين يعبسوا فيكم. وهي لكن كاين مشكل، هي ديما الغلطه تاع الراجل، باسكو هو اللي ما يعرفش يسير الامور تاعو، ما يعرفش يحكم بالعدل بينه وبين مرته بين امه. كون جا رجاله يعني يحكموا بالعدل ويحكموا بالدين تاع الاسلام، باسكو الدين تاع الاسلام تاعنا حنايا هو عزز المراه، ما قالكمش بولوا على المراه وتهضروا بالدين وقال الله وقال الرسول عاشيوا، وانتم نهار كم تضربوا في المراه هذيك نهار كم دايرينها كي الحمير تميتك. المهم نقول لكم شوفوا انا تعذبت في حياتي وبورتو هنا في فرنسا وتعذبت شي هدايا، كاسك صافي لي في البلاد مساكن، ويوصلني بزاف دي ميساج ونهضر مع بزاف نساء قاعدين يتعذبوا في حياتهم. سي با لا بين كي تشوفي تقولي لي انايا تعطي شي رايك انت مسطوله ولادك، مشي راحني كمك انا ولادي مسطولين باش مش عطاي كيما تيشرب القرقوبي كاشيات الحمر تاع 10000 يجيو يديروا لي كومونتير تاع الزبي، وحطي صابونه هكا 40 عام ولا 45 عام ومازال مش متزوج وقاعد يتبني. شوف انا ودي عنده 22 زون الي ماغي، الاخر 25 زون الي ماغي، تتمني
وما زلت نزيد نهضر في المواضيع هذه، ما زلت نزيد نهضر فيها. اليوم أنا رجعت كليك نتاعي على الكومنتر، أعطيت لك أهمية، أنا أعطيت لك أكثر من الحجم تاعك باش رجعت لك. فهمتي يا صادق حنيفة يا ردعي، تما ما تخافش على أختك. أو أنا تشخص ما عندكمش الحنة، أنتم على أخواتك ما عندكمش وزوي غنى فوتخ. المهم أحبابي أحبابتي سمحوا لي على تطياحي توصى، بس أنا يكوني قلبي شوي نفامي شوي باسي بغلا، دونك جو سوي افيك لا فام تو سامبلومون. هادي من الاخر كيماك مالغري عندي خاوتي يتبعوا فيا توزا، ما نهضرش عليهم هما بيان سور، نهضر على حميره هادوما. وبركه من الظلم في نساء، وبركه من الحقره من نساء، سي با بيان. ربي ما قالش كيما هكا، والدين تاعنا ما قالش كيما هكا. بون ما بقى غير نقول لكم السلام عليكم، باسين تري 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 بون جورني اي غرو بيزو. علي تشاو تشاو. ايه ونسيتش نقول لك، انت اللي قاعد تهضر لي كيما هكا، كون طلع عليك دوك نلقى شعر تاع زبك مدي 3 مترات وعادي نورمال، تاع هنايا كيف كيف واحد 50 سنتيمتر، ودنيك معمرين هكا بلاسيغ هذاك، والضوافر تاعك هكا طوالي توسا تاع رجليك وتاع التحت، والخماج تاعهم قاعد لتحتي توسا، والريحه فيك تعيف ما تدوش حتى اون فوا بالك شو شهر، وجاي تحل في فمك وتحس في روحك تفهم هكا في المواضيع تاع الناس توسا. فوالا خاصني نقول لك الميساج هذي. ايا بسلامة البنات، تشاو.